بحس ان انا منعزل عن العالم كله، ببتكر حاجه مش موجوده، يعني بخلق حاجه ما كانتش موجوده في يعني في الواقع، فانا ببتكرها بروحي. انا اسلام شكري من محافظه الاسكندريه، عندي 33 سنه، خريج كليه التربيه قسم ذوي احتياجات خاصه. من صغري بحب الرسم جدا، فانا حبيت لما انا يعني اقدم نوع جديد من انواع الفنون، فحبيت اقدم نوع جديد اسمه نوع الشخبطه. فن الشخبطه عباره عن يعني هي طريقه تظليل، طريقه التظليل دي يعني زيها ممكن زي تظليل بالرصاص او تظليل بخامات تانية عادي جدا، بس هي الفكره بس ان طريقه الشخبطه دي يعني كانها شويه خطوط متقاطعه في الاخر بتطلع شخصيات او زي ما انا بتخيلها، اشكال فنيه زي ما انا متخيلها. يعني صعوبة في فن الشخبطة ان انا برسم بالقلم الجاف، ومشكلة القلم الجاف صعب ان انا لو حصل خطأ ان انا اعالج الخطأ ده. الصعوبة اللي بتحصل مع القلم الجاف ان انا عايز اعمل درجات كتير من قلم واحد، فدي لازم تكون حساسية ايد الرسام وهو ماسك القلم يقدر متحكم كويس في درجة الحساسية دي عشان يقدر يطلع درجات التظليل الكتير. أصعب رسمة رسمتها اللي هي الدكتور يحيى الفخراني في دور الملك لير، لأن يعني كانت تفاصيل الرسمة كانت كتير جدا، وفي نفس الوقت أخذت مني وقت ومجهود كتير جدا إن أنا أطلعها بالشكل ده. فن الشخبطة يعتبر من الفنون التشكيلية، وليه طبعا فنانين مشهورين جدا في العالم، كنت من أوائل الناس اللي نفذته في مصر. اللي شدني في فن الشخبطه ان هو كان طريقه رسم مختلفه ما كانتش متعارف عليها، يعني بالنسبه لها كانت حاجه جديده، وفعلا كانت انا لما شفتها كانت حاجه بالنسبه لي مبهره جدا. لما جيت حبيت ان انا اتعلمها وكده ما لقيتش دروس او يعني حاجه تعلمني، فانا اتعلمتها بالممارسه، قعدت اجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما قدرت الحمد لله ان اطلع انتاج باسلوب الرسم ده. من ضمن الصعوبات والتحديات اللي يعني اللي قابلتني ان اداره الدايره اللي حوالين مني ما كانوش متقبلين ممكن نوع الفن ده، ايه انت بترسم على خلفيه سوداء، ايه الخطوط دي او الخلفيه دي بالنسبه لنا غامقه شويه، العين ما كانتش ممكن مش متعوده على الفن ده. بس اللي كان مخليني ان انا اكمل لما كنت بنزل الرسومات بتاعتي دي على السوشيال ميديا، فبلاقي ان الناس بدات تستنى ان انا انزل كل فتره ايه رسمه بالستايل ده، خطوه جايزه ان انا انقل بقى اللي انا الخبره او المهاره اللي انا اكتسبتها دي للأطفال أو لأي حد حابب إنه يكون يتعلم نوع الفن ده.